نظرتك للأمور هي المفتاح السحري اللي بتشوف بيه حياتك، يعني الطريقة اللي حضرتك بتبص بيها ونظرة تبص بيها لدنيتك واللي حواليك هي اللي بتخلي كل حاجة تختلف. نفس الحاجة اللي انت شايفها مشكلة أو ورطة غيرك شايفها حاجة كويسة جدا وميزة. خلينا نديكم مثال بسيط جدا. الشكل ده انت شايف فيها ايه؟ شايف فيها تفاصيل كتير ملونة وألوان حلوة، ولكن اللي انا شايفه عكس كده تماما، شايفة حاجة معتمة ملهاش أي شكل ولا ليها أي تفاصيل. اللي عايز أقوله إن نظرتنا للأمور والزاوية اللي حضرتك بتبص منها لما بتتغير كل حاجة فيها بتختلف، لكن لو حضرتك فضلت تبص بنفس نظرتك القديمة كل حاجة هتفضل في مكانها. ومش هقول لك الكلاشيه اللي كله بيقوله إن كل محنة فيها منحة، وده حقيقي جدا، ولكن خلينا نقول لك بعض الأفكار كده عند ناس حوالينا عايشين معانا نفس الظروف اللي إحنا عايشينها. بعض الناس شافوا ان الحظر ده جالهم او الفتره الحاليه جات لهم كنوع من الجائزه، ان حياتهم كانت بتجري جدا وعندهم مشاكل كتير وتفاصيل كتير اتحلت بالهدوء الحالي. وحد امبارح كان لسه بيتكلم معايا بيقول لي انا اول مره استمتع وانا قاعد اقرا في المصحف، قريت جزء كامل وتفكرت فيه كل يوم بقرا جزء، حتى في رمضان ما كنتش بعرف اعمل ده، انا طول الوقت بجري عايز اخلص حاجات عايز انجز، دلوقتي اول مره احس ان انا بهدى وبستمتع بحياتي. ناس كتير النهارده عارفه تستمتع بحياتها لمجرد انها غيرت النظره اللي بتبص بيها. احنا اكيد مش هنطلع من التجربه الحاليه زي ما بدانا، لان الدنيا كلها بتتغير، افكارنا حتى عن نفسنا بدات تتغير، افكارنا عن الحياه والاولويات وترتيبها بدا يختلف. انت مش مضطر تجري في السبق القديم اللي كنت بتجري فيه، ولا مضطر تشوف الحياه بنظرتك القديمه، ولكن سيب لنفسك مساحه انك تغير نظرتك للامور، تغير نظرتك لنفسك، تعرف انت ليه الحياه توقفت معاك هنا ودلوقتي بالشكل ده، ليه اضطرينا نسلو داون كده نقلل سرعتنا بالشكل ده. اكيد ده هيعلمنا حاجه جديده عن نفسنا او عن الدنيا. نظرتك الجديدة مهمة وهتفرق معاك كتير لو سمحت انها تكون نظرة ايجابية مش نظرة سلبية وتشاؤمية للي جاي.